السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل معاكم برضو عن لغتي وعن الوطن، وهنا برضو وطن الحبيب المملكة العربية السعودية، البلد طبعا العربي الإسلامي، وطبعا مهبط الوحي، وقبلة طبعا المسلمين، وما هو أفادتهم، ونار الإشعاع لكل الدنيا، وطبعا فيه مدارج الصبا، وبرضو تقع المملكة السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. ممكن يقول لك برضو سؤال، أين تقع المملكة العربية السعودية؟ في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وبرضو بتشكل أراضيها الواسعة طبعا متحف جغرافي رائع، وتضاريسها المتنوعة، والجبال والهضاب والجزر المرجانية، ويضم سطحها 4 أقاليم جغرافية طبيعية زي جبال الحجاز وجبال عسير وهضبة نجد والصحاري الرملية والسهل الساحلي الشرقي. كل ده طبعا احنا درسناه في الترم الأولاني وقلنا لكم عليه، ممكن برضو ترجعوا لفيديوهاتنا في الترم الأولاني. ونيجي برضو كلمة، ممكن نقول لك ما معنى الصبا؟ يعني في الصبا في الصغر، الواحد وهو صغير بيبقى ليه طبعا ذكريات جميلة، والرائع يعني المعجب. وبعد كده المتحف ده المكان اللي فيه التحف. برضو مكملين برضو معاكم. هنيجي برضو نتكلم على، وتغطي المساحة طبعا السعودية زي ما اتكلمنا قبل كده برضو في فيديوهاتنا، ان السعودية مساحتها 2 مليون كيلو متر مربع. طبعا قلنا لكم ان هي ضعف مساحة مصر، وان هي مساحتها ما شاء الله كبيرة، وان هي بتضم تغطيها البحر الاحمر والخليج العربي، هي بتعادل بس 4 على 5 من المساحة كلها شبه الجزيرة العربية. يعني السعودية لوحدها 80% من شبه الجزيرة العربية، مساحة السعودية لوحدها، وبقية الدول اللي في شبه الجزيرة العربية 20%. يعني بسم الله ما شاء الله مساحة السعودية كبيرة، هي لوحدها 80%، وبقية الدول العربية في شبه الجزيرة العربية 20%. فبسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. وطبعا عاصمتها الرياض الواقعة في قلب الجزيرة، واتكلمنا طبعا عن الرياض والملك عبد العزيز وقصته، وازاي هو جه حرر الرياض وحرر السعودية بعدها، وطبعا ويسخر وطن المملكة العربية السعودية بالمعالم الدينية والسياحية والتاريخية ووجود بيت الله الحرام. كل ده الكلام ده اتكلمنا فيه برضو، احنا بس بنذكركم بيه. وزي ما قلنا لكم ان هو بيتوافد ليه للمملكة في الحج، كان بيتوافد 2 مليون، ونتمنى طبعا ان احنا قلنا لكم بكده يرجعوا تاني بعد ما ينتهي ان شاء الله الكورونا باذن الله. وبرضو هنا السعوديه برضو تمتاز بالمناطق الجبليه لوجود طبعا طبعا الشمس طبعا الموجوده، والمياه والاماكن الخضراء والربا الجميله والمناخ المعتدل والحضارات بتاعتها. فعندك برضو في السعوديه في حضارات قديمه اشهرها طبعا مدائن صالح ومدينه العلا والفاو في الجنوب الشرقي والاخدود في منطقه نجران. طبعا انتوا عارفين قصه الاخدود اللي شرحناها قبل كده، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بمن شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العظيم. طبعا قصه اصحاب الاخدود ديت وازاي ربنا تامنهم كانت في منطقه نجران اللي هي موجوده ليها في القران. وطبعا بتمتاز المناطق الساحليه بالواجهات البحريه على طول شواطئها طبعا، وفيها موانئ طبعا تقدر تصدر فيها البترول وتصدر بيها حاجاتها، وطبعا فيها ناقلات زيت ضخمه، وفي يعني السعوديه طبعا فيها استيراد وتصدير طبعا. طبعا من ضمنها من الدول الكبيرة كمان اللي بتستورد من السعودية النفط والحاجات دي اليابان، دول كبيرة جدا بتستورد من السعودية. ففيها برضو بيزدهر التعليم والصناعة، وطبعا فيها مشاريع كبيرة جدا قامت في فترة وجيزة بالعمل الدائم طبعا في مصر. طبعا رؤية 2030 طبعا في مشاريع كبيرة بتتعمل في المملكة، من ضمنهم المشروع اللي احنا فيه هنا اللي احنا بنعمله اللي هو المنفذ، وطبعا مشاريع كتيرة يعني من ضمن المشاريع الناجحة في المملكة. وهنيجي برضو نكلمكم، المملكة طبعا كلمتها مسموعة في المحافل الدولية، لأن هي زي ما قلنا المملكة العربية السعودية واقفة على الحياد، ما مش واقفة يعني إيه، ما بتعديش حد طبعا، وهي سباقة للخير وبتساعد الدول الفقيرة، وهي منأى عن الخصومات يعني بعيدة عن أي خصومات. وطبعا ورؤية السعودية طبعا و2030 هي الهدف بتاعها اللي هي بتعمله. وطبعا ممكن يقول لك من اللي احنا قريناه دوت ايه معنى كلمة أقاليم؟ الأقاليم يعني ايه؟ المكان اللي فيه مناخ متحد. يعني ايه؟ أقول لك الإقليم الشرقي ده كله مثلا جو مثلا معتدل، الإقليم الغربي مثلا كله مثلا جو كذا، يعني فهي بيبقى مناخ فيه معتدل، مناخ فيه يعني متحد في كله. كلمة يسخر يعني يفيض، دائب يعني جاد، والحياد ما بتملش لطرف على الآخر، وبيتوافد يعني ايه؟ بيقدم إليها، والربا الأراضي المرتفعة. كلمة ربا ممكن يقول لك ما معنى ربا؟ لا الأرض، ومنأى يعني في مكان بعيد، والحضارات طبعا مراحل التطور الإنساني. وحباه الله يعني مثلا اعطاه وجيزه، فتره وجيزه يعني فتره قصيره، فتره قصيره قدرت تعمل تقدم كبير جدا بسم الله ما شاء الله. وبرده هنيجي نتكلم عن، ممكن برده يجي لك اسئله
يقول لك ايه، استخرج من النص الصور المستحبه للنص مثلا في حاجات فيها اسماء 4 مدن، اماكن اثريه تاريخيه، اللي احنا حاجات اللي احنا قلناها. وطبعا دي ممكن يجي سؤال، واصل برضو الكلمه بضدها، مثلا كلمه الامن مثلا جايب لك مثلا الفوضى او الاضطراب او الداخل، الخارج عكسها طبعا الداخل، والاستقرار اللي هو الفوضى. فطبعا ممكن يقول لك واصل الكلمه بعكسها، ده برضو ممكن يجي لك سؤال. وهنا برضو هنكمل برضو معاكم. برضو ممكن يجي لك أسئلة، لما تحب وطنك وتعتز به؟ ايه السبب اللي يخليك تحب وطنك؟ كل واحد طبعا بيتكلم الحاجة اللي هو حاسس بيها. ما الخدمات التي تقدمها الدولة للحجيج؟ كيف استثمرت الدولة إيرادات النفط؟ ما الدليل على الأهمية الاقتصادية للمملكة؟ ما الذي يحدث لو أهمل الفرد المجتمع؟ وبرضو يقول لك علل، يعني قول السبب. كون المناطق الجبليه في المملكه العربيه السعوديه مناطق جذب سياحي للمستفيدين، ايه السبب دوت؟ انشاء العديد من المواني البحريه، ليه بتنشئ العديد من المواني البحريه؟ احنا لسه قايلين طبعا الاسباب ديت. وبرضو ممكن برضو يجي لك اسئله تانية، زي مثلا يقول لك من مظاهر رياده المملكه العربيه السعوديه على الساحه الدوليه المشاركه الفعاله في تاسيس جامعه الدول العربيه، وايه تاني من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها؟ من دلائل حبي لوطني عدم العبث في الممتلكات، وايه تاني برضو انت تقدر تقول برضو من عندك؟ الرياض طبعا عاصمه المملكه، هاتان حقيقتان عن الرياض، فما الحقيقه؟ الحقيقه طبعا ان هي بيتفق عليها الناس وبيقرون ان هي لا تستدعي الجدال والخلاف. طبعا الرياض من اجمل مدن بلادي، يستمتع زائر الرياض بها. فطبعا ممكن يقول لك أضع يمين كل كلمة، كلمة حقيقة أو رأي، مثلا جايب لك كلام يقول لك إيه، يقع وطني في الجنوب الغربي لقارة آسيا، يبقى هل هي حقيقة أو رأي؟ ده حقيقة طبعا، في فرق بين الرأي والحقيقة. فهي يقع وطني في الجنوب الغربي لقارة آسيا، دي حقيقة. مدينة أبها أكثر جمالا وشهرة عند المصطفين، دي برضو إيه، ممكن يكون رأي، يعني ممكن يكون ده رأي ناس، وناس تانية ممكن يكون ليهم رأي آخر. يحتضن وطني الحرمين الشريفين، دي حقيقة، يعني دي ما فيش فيها جدال. يحب الإنسان وطنه لحنون ذكرياته، طبعا ممكن تكون رأي. ليه؟ لأن في ناس بتحب وطنها وفي ناس خاينة، فممكن برضو ما تكونش حقيقة عند كل الناس يعني. ففي حاجات ممكن تبقى حقيقة وحقيقة، ممكن تبقى رأي، يعني بتختلف من واحد للتاني طبعا. بس في حاجات لازم تبقى حقيقة، يعني اللي وجود الحرمين دي حقيقة ما هياش رأي. ففي برضو ممكن يقول لك برضو يقول لك اولا الاستثناء، الاستثناء هو اخراج الحاجه، يقول لك مثلا الا، غير، سواء، ما اجي اقول مثلا الا كذا، غير كذا، سوى كذا، ده استثناء، بستثني حاجات معينه. مثلا يقول لك ايه، تسلمت الطالبات الجوائز الا الغائبات، طبعا اللي ما جوش ما استلموش، يبقى هنا بستثني الغائبات بس اللي هم ما استلموش. ممكن يقول لك طلع لي الاستثناء من هذه الجمله، فبرضه انت برضه تبقى عارف، الناس معانا تبقى عارفين ايه الاستثناء دوت. وبرضه هنا كلمة برضو الترجي والتمني، الترجي ان انا بنتظر امر مرغوب فيه ومتوقع، زي ايه، لعل مثلا، كلمة لعل انا بترجى حاجة لعل. اما التمني طلب امر محبوب، يقول ليت، انا بتمنى ليت الشباب يعود يوم، فليت انا بتمنى ان الشباب يعود يوم، طبعا هو مش هيعود بس انا بتمنى. لكن في ترجي بقى اللي هو لعل هذا الشيء يحدث، لعل، تمام. فبرضو هنا احب الرحمة اكره القسوة، لعل الرحمة تملأ قلوبنا. فهنا انت ممكن يقول لك جملة حط فيها الترجي وحط فيها التمني، وكل واحد طبعا على الدرس اللي احنا شرحناه يبتدي. وبكده ان شاء الله نكون انهينا معاكم درس اللغة العربية، ونتمنى ان شاء الله يكون حاز على رضاكم، ونتمنى دعمكم لينا عشان نستمر ان شاء الله معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا. ان شاء الله برضو مكملين معاكم مع الصف الخامس الابتدائي، والنهارده هنكمل كلامنا عن اللغه العربيه، وهنتكلم في درس اسمه وطني عزيز. طبعا بيتكلم بيقول ايه، يا سائلا عن موطني وبلادي، ومفتشا عن موطن الاجداد، وطني به البيت الحرام وطيبه، وبه رسول الحق خير منادي، وطني به الشرع المطهر حاكم، بالحق ينهي ثورة الأحقاد، وطني عزيز فيه كل محبة، تعلو وتسمو فوق كل سواد، وطني يسير الخير في أرجائه،
ويعم رغم براء الحساد. طبعا الشاعر اللي كاتب الكلام ده اسمه حمود ابن عبد الله الغانم، طبعا شاعر جميل جدا، والشعر ده بيوضح ان هو محبته لموطنه اللي هو المملكه العربيه السعوديه، وقال بيقول فيها: يا سائلا عن موطني، انت بتسال عن موطني، طب انا الموطن بتاعي في البيت الحرام في مكه، في المدينه، في الرسول عليه الصلاه والسلام، فيه الشرع بيحكم بالشرع الاسلامي. والدليل على كده ان الطلب هنا اكتر حاجه فعلا بتدرس امور الدين، تجويد وفقه وحديث، فعلا يعني دول كتيره جدا ما بتدرسش الحاجات دي، مع ان اهم حاجه فعلا الدين، وربنا قال لك: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فطبعا هنا المملكه بصراحه تهتم بدراسه الدين جدا، وبتهتم بالامور الدينيه، ودي حاجه كويسه جدا. وقال لك: بالحق ينهي ثوره الاحقاد دي، ان الانسان لما بيبقى في حق وفي عدل بينتهي اي حقد ما بين الناس. وقال لك: وطني عزيز فيه كل محبه، تعلو وتسمو فوق كل سيد. طبعا الوطن بيبقى عزيز وبيخلي الناس كلها يسير فيها الخير ويعم فيه الخير برغم براس الى حسادي. في ناس بتحسد الوطن على الخير اللي فيه وبيبقوا عايزين يهدوه، لكن الوطن بيبقى باقي والحساد بينتهوا. وطبعا مكملين برضو معاكم هنا، برضو بيقول لك اقرا برضو النص يتبدل بيه على الاسئله التي بيقول لك ايه الوطن. ممكن اسالك سؤال: ايه هو الوطن؟ الوطن هو المكان اللي انت بتنتمي اليه وتنتسب اليه، وبيكون فيه اهلك واقربك، وقد حملتك ارضه واظلتك سماؤه وتنفست هواؤه. يعني انت في الوطن ده انت مشيت على ارضه واستظلت بسمائه وتنفست بهوائه وتربيت وطبعا ولعبت فيه ومع اصدقائك وكونت. طبعا الوطن هو قلب، وطبعا الوطن هنا بنتكلم مع برضه عن السعوديه، هو قلب العالم الاسلامي فعلا، والسعوديه هي مركز الكره الارضيه اللي هي في مكه، وطبعا بيهفوا اليه الناس من جميع دول العالم. وطبعا يعني كان قبل موضوع كورونا كان بيجي 2 مليون شخص للسعوديه في الحج، وان شاء الله نتمنى ان هم يرجعوا تاني باذن الله، ونتمنى المرض ينتهي. ففي برضه بعض اسئله بيقول لك ايه: لماذا يسال الناس بعضهم عن اوطانهم عندما يتقابلون اول مره؟ لماذا يحب الانسان وطنه؟ ماذا يجب علينا نحو الوطن؟ فدي كلها اسئله كل واحد طبعا بيجاوب من احساسه اللي هو شايفه نحو وطنه. ففي برضه نكمل برضه معاكم في الوطن، بيقول لك: الوطن هو الحضن الدافئ، قطرات المطر تنهمر بغزاره. بيقول لك لما قطرات المطر نزلت شعرت النمله بقطرات المطر، لما شعرت بقطرات المطر راحت فين؟ راحت بيتها عشان تحتمي الامطار. برضه نفس الموضوع النحله لما لقت المطر اسرعت الى بيتها. فالارنب لما شعر البرود اسرع. فهو الوطن هو البيت، اول ما بتشعر بيه في خطوره ولا في اي حاجه بتروح فين؟ بتروح وطنك. كل واحد ليه وطن بيحتمي ليه، يعني ما فيش حد يقول يتبرأ من وطنه، لان انت وقت ما بيحصل اي مشكله وطنك هو الملجأ اليك. فبرضه يقول لك: تبلل الاطفال بقطرات المطر فاسرعوا على حضن بيتهم. برضه الاطفال نفس الموضوع، يبقى البيت هو الحضن. برضه في الدرس بيقول لك ايه: فانا عمر اعيش في حضن دافئ وبلد امن، واحلم بان يكون لجميع الاطفال العالم بيت يحميهم. وطبعا في اطفال زي ما احنا شايفين في العالم ما لهمش مأوى ولا مسكن، فاحنا نحمد ربنا كل واحد ليه وطن وليه مسكن وليه مأمن، يحمد ربنا على هذا المسكن وهذا المأمن اللي ربنا ادهوله. ونتمنى من الناس حتى في جميع الدول الاسلاميه اللي ما لهمش مأمن، ربنا ان شاء الله يجعل لهم مأمن ويرجعوا تاني لبلادهم طبعا ان شاء الله سالمين. وان شاء الله يعني كلنا مسلمين، ما فيش حد بيتمنى لاي دوله الخراب ولا بيتمنى لاي دوله ان هي تكون فيها مشاكل، لان كلنا مسلمين، ولازم نعرف كلمه ان احنا كلنا مسلمين. سيبك بقى من ده سعودي او ده سوري او ده مصري او ده يمني او ده، لا كلنا مسلمين. وبرده هنا في اغنيه للوطن بيقول لك ايه: قصيدتي انت منذ البدء لحنها اجدادي، والشم فانسالت الى اذني، ترنيمة عذبة الألحان فامتزجت أنغامها في دمي بالدفء تفعمني، غنيتها للرمال السمر في شغف وللصواري وللأمواج والسفن، لنخلة حينما أسمعتها اندهشت اندهشت تمايلت وانسنت نحوي توشوشني، ما أروع اللحن قالت هزني طربا فغني لي غني إن اللحن أطربني، ضممتها إنها رمز العطاء وفي جذورها ضرورة وتقى تؤصلني، يا موطني إنني أهواك في وله، يا نكهة حلوة تنساب في بدني. طبعا برضو الشاعر علي ابن محمد صيقل، طبعا يعني أشعار بتحببك طبعا في الوطن، وكل دي أشعار جميلة. كل واحد بيحاول
يبين للناس حب الوطن، وازاي يعني كل واحد يقدر يعمل شعر، يعني مش شرط الشعراء دول بس هم اللي يكتبوا. ففي انت ممكن برضو لو انت حاسس باي برضو حاجه ناحيه الوطن ممكن تشعر وتكتب. وفي برضو نشيد الامن العام اللي هنا بيقولوه، اي واحد مثلا بيتخرج هنا او بيمسك في الامن العام بيبقى لهم نشيد طبعا بيقولوه عشان خاطر وطنهم وحبتهم ليه. فالنشيد ده جميل جدا، بيقول ايه؟ امن البلاد غايتي، ده لازم زي قسم كده بيقولوه لما بيجوا يمسكوا الحكم المكان يعني اللي هم ماسكين فيه. امن البلاد غايتي وللمليك بيعتي، هلا على هدى شريعتي وكلنا فداء، نسير في صفوف لا نحضر الحطوف، ونمضي كالسيوف ونبذل الدماء، سنحفظ البلاد ونصلح الفساد ونخدم العباد، لننشر الضياء بطاعة الرحمن وراحة الإنسان، الأمن والأمان ويرحل العناء، معا مع المواطن حمى البلاد آمن بالحب والتعاون ويكمل البناء. طبعا ده شاعر بتوع الأمن العام لازم قبل ما يمسكه يعني يقول هذا الشعر. ده شاعر اسمه عبد العزيز ابن إبراهيم السراج.